قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله أرسله الله على فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وسائر الصالحين ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اعاذني الله واياكم من النار ومن كل شر. معاشر الإخوة والأخوات، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن حياة الدنيا قليلة وما هي إلا أيام بسيطة، ثم الإنسان ينصرف ويلقى ربه سبحانه وتعالى ويسأله ما فعل في هذه الحياة الدنيا، فمن وجد خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الحق والدين، إنه على كل شيء قدير. معاشر الإخوة الكرام، كلامنا اليوم أو خطبتنا الموجزة اليوم بإذن الله عز وجل سميناها ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالإنسان بطبيعة الحال، الناس عادوا من العطلة الأيام العطلة، وطلابنا وأحفادنا يعودون إلى مدارسهم من جديد، وهذه المدارس وهذا المناخ المدرسي دائما يؤثر أطفالنا ولا شك في ذلك. فأحببت أن أنبه بعض المسائل المهمة في هذا المجال، لعلي أبدأ القضية الأولى التي أراها أنها من القضايا المهمة جدا لأبنائنا وأطفالنا وللمسلمين عامة رجالا ونساء، وهي قضية اتخاذ الأصدقاء والزملاء والأصدقاء. فكما هو معروف، لا بد من صاحب ولا بد من صديق، فالإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يستغل واحد منا حياته لوحده، هذه قضية ثابتة. أنت أحتاجك أنت وأنت تحتاجني، وكلنا يحتاج بعضه بعضا حتى نتكامل، لأنه لا يوجد إنسان كامل. الانفراد والتوحش هذا جعله رب سبحانه وتعالى عقابا من عقابه جل وعلا، عاقب به شخصا من الناس التوحش والانفراد، ذلك هو السامري. إذ قال له موسى عليه السلام: إن لك أن تقول في الحياة لا مساس، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فعاقبه رب سبحانه وتعالى الانفراد وتوحش أن يصير وحده، ولذلك نجد التوحش هو عقاب من عقاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن نحتاج إلى مجموعة، نحتاج إلى بيئة نعيش فيها، نحتاج إلى مناخ أن نحيا في ذلك المناخ. والناس الذين نعيش معهم في ذلك المناخ فهم ينقسمون إلى قسمين، أو صاحبك الذي تصاحبه فهو أحد الشخصين ولا ثالث له، إما أن يكون صاحب صدق ويكون مصاحبته ومخالطته دواء لك وفائدة لك، وإما
أنت صاحب من مصاحبته يعني داء لك، صاحب سيء يهدمك إلى الشر، يهدمك إلى المعاصي، ويهدمك إلى الذنوب. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا الرب سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الموجه للنبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أمر لنا كذلك، لأن الأمر الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بالدرجة الأولى أمته عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هناك دليل يدل على الخصوصية. فيقول جل وعلا النبي يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نفسنا تحتاج إلى صبر، والصبر المقصود هنا هو حبس النفس، أن يحبس الإنسان نفسه. قد تحبس نفسك وقد تغلقها، تغلق صراحها، يعني تضع حبلها على غاربها تنطلق كما تشاء نفسك، فهي يعني تغوص في بحار الظلمات والمعاصي والذنوب وغير ذلك. فمن الممكن أن تسيطر على نفسك وتحبسها، فالنفس هي التي تكبر التربية، النفس الإنسان هي التي تكبر التربية. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عصمه رب جل وعلا، لكن المقصود كما قلنا أمته عليه الصلاة، المقصود هو أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول جل وعلا: اصبر نفسك، أي احبس نفسك، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عندما أمر رب سبحانه وتعالى أن يقصر نفسه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين لهم تلك الأوصاف الطيبة، الأصدقاء الطيبون الصالحون من عباد الله الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ليل نهار، عندما أمر رب سبحانه وتعالى أن يقصر نفسه على هؤلاء، ثم أمره جل وعلا أن لا يعدي أعينه عنهم، قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم نهى عنه الجانب السيء سبحانه وتعالى، وقال: ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ثم ذكر أوصاف هؤلاء السيئون، ذكر أوصاف هؤلاء السيئين، ذكر رب سبحانه وتعالى: ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقصر نفسه وكان يحبسها مع الرعيل الأول من الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. قصر نفسه مع أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه، كان يستشيره، كان يكون في جميع حركاته عليه الصلاة والسلام وجميع سفرياته، كان معه بكر الصديق الذي ذكره رب الصديق الوحيد أو الصاحب الوحيد الذي نص القرآن الكريم أنه صاحب للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فخسر نفسه مع أبي بكر عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسول، ولذلك صوموا صحابة وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من سويداء القلوب. أحدهم كان يذهب إلى بيته ويأوي إلى بيته مع أطفاله وأولاده وأسرته وزوجته، ولكنه عندما يذهب إلى بيته ما كان يرتاح في بيته حتى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويرى عليه الصلاة والسلام. فكانوا يحسون على أنهم إذا ابتعدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم استوحشوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وما ترخم النبي صلى الله عليه وسلم مخامة إلا وكان يختطفه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك مدحهم رب جل وعلا هؤلاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا تربيته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
لأن هؤلاء إذا حبست نفسك وعشت معهم وتكون معهم فإنك ستزداد منهم خيرا كثيرا، فإنهم يؤثرونك إيجابيا، لأن إذا انغبت عنهم هؤلاء سوف يذبون عن عرضك، يذبون عرضك عن كل ذيبة ونميمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذب عرض أخيه ذب الله وجهه عن النار يوم القيامة. من ذب عرض أخيه ذب الله وجهه عن النار جهنم يوم القيامة. فهؤلاء هم يعني أصدقاء الخير، فإنهم يذبون على أعراضك، لا يذبرون، لا يختابونك ولا يفترون عليك ولا يكذبون عليك، وإنما هؤلاء أهل وفاء وأهل خير وأهل بركة، إن جلست معهم لا تسمعهم إلا خيرا، لا تسمع منهم إلا ما يقربك إلى الله عز وجل. بل بعض الأصدقاء الصالحين بجلوسهم برؤيتهم يذكر به رب سبحانه وتعالى، محياهم وجوههم تدل على الخوف وخشية الله سبحانه وتعالى، وهو كما معروف هؤلاء الأصدقاء الصالحون الذين يأمر رب سبحانه وتعالى أن يحبس المؤمن نفسه معهم ليسوا أهل اختيار، ليسوا آكلة اللحوم. هناك آكلة اللحوم، لحوم البشر الذين يأكلون لحوم إخوانهم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهؤلاء لا يأكلون لحوم الإخوة، ليسوا نمامين ولا كذابين ولا أهل نفاق، بل أهل الوفاء وأهل الأمانة وأهل الصدق والإخلاص. ولذلك العيش معهم هو الراحة، راحة القلب. وقال إمام مالك بن دينار وهو يصف هؤلاء ويذكر هؤلاء قال كلمة طيبة، قال: أن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيصة مع الفجار. قال أن تأكل، يعني أن تأكل، أن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوة اللذيذة مع الفجار. يعني بمعنى آخر، أن تكون في شرف العيش مع أهل خير وفي بيئة صالحة خير لك أن تكون في بحبوحة من الراحة مع الفجار والفصار. فهذه قضية مهمة، لأنه قضية أساسية وقضية الدين وقضية خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك وردت نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة نشير إليها بعض الأشياء، بعض منها في ذلك الموضع في ذلك الموضوع، وهي نصوص كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنهم إن قصرت نفسك مع هؤلاء وعشت معهم لأنهم مقعدك يوم القيامة، مقعدك عند الله جل وعلا يوم القيامة. وورد في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عددت لها؟ هل أنت مستعد أن تقوم الساعة؟ هل أنت مستعد أن تلقى ربك؟ فماذا عددت لها قيام الساعة؟ فقال: ما عددت لها يعني عبادات، كما أشار قال: ما عددت لها من كثرة الصلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكني عددت لها حب الله ورسوله، لأنه يحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فالذي أحب الله وأحب رسوله وأحب المؤمنين فإنه سيكون معهم يوم القيامة. فمحبة هؤلاء والانتماء إليهم والميلان إليهم والركون إليهم هو فيه الخير الكثير، لأنه يكون معهم. إن لم تكونوا معهم، يعني إن لم يستطع الإنسان أن يكون معهم، فيحاول أن يعني يترسم على خطاهم ويحاول أن ينسج على منوالهم، وهذا وذلك لا بد منه. ثانيا، هؤلاء الصالحون هم مرآتك في هذه الحياة الدنيا، هم مرآتك، يأمروك بالمعروف وينهوك عن المنكر. فإن وجدوك أنك سقطت ووقعت فإنهم يسعفونك. فلذلك هؤلاء مثلهم مثل من رأى يعني حقولا من الألغام، فعندما وجد هذه الحقول من الألغام ووجد أخاه يعني متوجه إلى تلك الحقول من الألغام، فإنه لا يتركه ولا يخذله، وإنما يكتب خطير المكان لا تدخل. وصاحبه لا يرى أنه قيد حريته،
وإنما أرى أنه أنقذ حياته. فالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هؤلاء لا يقيدون حريتك، وإنما هم شفقة عليك، عطفا عليك يأمرونك بالمعروف، لأنهم يريدون أن ينقذوك أنت من براثن الذنوب والمعاصي. ولذلك صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة أخيه، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. لأنه إن وجد على أنه انحرف، على أنه انكب على الطريق، فإنه يسعفه، فإنه يوقفه، فإنه يحاول أن يساعده بكل ما يستطيع. كذلك هؤلاء هم الذين نرجو أن نكون معهم يوم القيامة، وأن نستظل بذل الله سبحانه وتعالى معهم يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من الذين يظلهم الله عز وجل ذل عرشه يوم القيامة، أو الذل الذي ينشئه رب سبحانه وتعالى يوم القيامة: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. محبة هؤلاء والعيش معهم هم نجاة يوم القيامة، لأنه صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المتحابون في الله يجلسهم الله يوم القيامة على منابر من نور، قال عليه الصلاة والسلام: يجلسهم الرب سبحانه وتعالى على مجالس من نور تعظيما لهم وإكراما وإتحافا لهم يوم القيامة. وأكثر من ذلك، فأوجب رب سبحانه وتعالى محبته للذين أحبوا في الله سبحانه وتعالى، الذين تحابوا في الله جل وعلا. وقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، الذين يتزاورون لأجل الله سبحانه وتعالى، الذين يعني يتحابوا في الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحبهم يوم القيامة. أما جانب آخر، يا رب سبحانه وتعالى نهى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يركن إلى الظالمين، أن يركن إلى أصدقاء السوء، أن يركن إليهم، فإن مخالطتهم دواء، فإن الصاحب ساحب يسحبك إلى النار، يسحبك إلى الذنوب، يسحبك إلى المعاصي، يغريك أن تعصي ربك جل وعلا. ولذلك قالوا: الصاحب ساحب، لأنه يسحبك إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، ويسحبك إلى مكان فيه عظمك وهلاكك إلا أن يساعدك رب سبحانه وتعالى. انظر الخصومة بين هؤلاء الأصدقاء: صديق سيء وصديق طيب، بين شقي وتغي. يذكر القرآن الكريم مخاصمة في هذه الحياة الدنيا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ويقول صاحب آخر أو صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تكبر وتعاظم وإنكار يوم القيامة. فهذا الذي يقول مثل هذه الأفكار ويعتقد هذه الاعتقادات، فإنه يعني لا شك أنه يؤثر صاحبه، وصاحبه يكون في خطر عظيم، لأنه يعيش مع أوبئة ومع أمراض قد تعتدي يعني تعد إليه من حيث اعتقاده وإيمانه، وهذا خطير للغاية. يوم القيامة كذلك ستكون نفس الخصومة بين الأصدقاء، صديق سيء وصديق صالح. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، إني كان لي صاحب في هذه الحياة الدنيا. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هكذا كان يقول لي. هذه كانت فلسفته في هذه الحياة الدنيا: كيف تؤمن بيوم القيامة؟ إيش دخلك الموت؟ خليك هذه الحياة الدنيا، عش كما تريد، يعني لا تكون يعني غافلا أحمق، ليش تفكر بالمستقبل؟ هكذا يقول. أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ ثم قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني رآه في وسط الجحيم. ثم بعد ذلك قال: تالله إن كنت لتبدين، إن كنت يعني أن تهلكني، لأن الصاحب يهلك صاحبه. أراد أن يقنعه بهذه الاعتقادات وبهذه الأفكار المنحرفة، ولذلك كاد أن يهلكه: إن كنت لتبدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين اليوم. نعم، فهكذا دائما صاحب. لاحظوا ماذا فعل أبو جهل عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي طالب: لولا الصحبة هذه، لأجل هذه الصحبة أرداه وأهلكه. حتى عندما يعني كان في احتضار وجاء إليه الموت وهو في حشرته، أبو طالب جاء إليه فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟
كيف تترك دينك ودين محمد صلى الله عليه وسلم بجنبه؟ يريد أن يشيره، يريد أن ينقذه. يا عم قل كلمة واحدة لا إله إلا الله أشعر لنا بها عند الله يوم القيامة، لكن بصحبة سيئة. وهذا صاحب سيد أهلي قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهو مات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. وخسارة. هكذا سارت. ولذلك هو تعطير سيد صاحب سيد. ويوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان خذولا، والايه تشير على ان ذلك الانسان هو الشيطان، لان هناك شياطين الانس وشياطين الجن. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يقيد لنا أصدقاء صالحين نقتدي بهم ونعيش معهم ونأوي إليهم حتى يتوفر الله سبحانه وتعالى ونحن على الدرب الصحيح وعلى المنهج الصحيح وعلى الإيمان. شير برادر وسيستر människor har alltid varit sociala varelser och haft behov av vänner och sällskap. En stor del av våra liv tillbringar vi tillsammans med andra. En autentisk hadith sade profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Al-mar'u ala din khalilihi falyanzur ahadukum an yukhalila." En person kommer att följa sin vänners tro. Sin vän är tro. Så akta dig vem du gör till vän. Rapporterat av Abu Dawud och Tirmidhi. Kära syskon, om vi följer dåliga vänner så kommer vi att få deras vänjor, beteende och kanske också deras religion. Många gånger är muslimen uppmuntrad av sina vänner att göra dåliga saker och glömma sina plikter. Istället för att bli vänner med de vilseledda borde vi bli vänner med de rättrogna som behandlar alla andra på ett fint och rättvist sätt. I en annan hadith sade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: المثل الجليس الصالح وجليس السوء كحال المسك ونافخ الكير. An example of a good telescope or a dirty telescope are some than some serial misk or than some bruiser på elden. Så när det gäller den som serial misk kommer han antingen att ge dig lite eller du köper lite för honom. Eller kommer du att känna ett bra duft för honom. Men när det gäller den andra, då kommer han antingen att brinna dina kläder. Eller så kommer du att känna en dålig lukt för honom. Enligt Bukhari och Muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam likställde ett gott sällskap med en som säljer misk. Som har bra beteende, fromhet, kunskap och bra handlingar och kultur. Och profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd oss att sitta med de som gör onda handlingar, synder mycket och andra dåliga handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quran al-Karim: Al-akhillahu yawmaydin ba'dhum li ba'din aduun ila al-muttaqin. Den dagen, det betyder domardagen, den dagen ska de som förut var nära vänner bli varandras fiender. Alla utom de som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Om vi verkligen tror att det bästa talet är Allahs tal och att det bästa vägledning är profeten Muhammeds vägledning, så bör vi handla enligt med dem.
för att vi inte ska skapa bevis mot oss själva. För ett annat perspektiv, en troende är sin bröders spegel. Och om han ser någon fel i den andra troende så uppmärksammar han det för honom på ett rätt sätt och hjälper honom. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss till en av de rätta trogna och ge oss sällskap som kommer att leda oss från hennes vrede till hennes välbehag och paradiset. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا رحيم يا ودود يا عزيز يا جبار يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا يا رب العالمين، اللهم انصرنا على اعدائك يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفع رايه الاسلام خفاقه في ربوع العالم يا رب العالمين، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغلهم في نفسه، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا وفي الشام وفي العراق وفي افغانستان وفي الصومال وفي اريتريا وفي العالم وفي مصر وفي العالم الاسلامي كله، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارفع رايه الاسلام، اللهم وحد صفوفهم، اللهم غير لهم قياده صالحه تقودهم الى كتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، اللهم اغفر لنا وارحمنا فانك بنا راحم، وان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلموا.